هلا نوع اللحمة بيرجع لكم، يا أما مفروم بقري أو مفروم عجل. أنا اليوم مستخدمة مفروم العجل، بس أكيد حتى نأخذ النكهة الطيبة إنه نستخدم المفروم. هلا هون بالنسبة لشو رح نحط على الحشوة، رح أحط توابل مرق الدجاج حتى نأخذ طعم غني للحشوة. البهارات اللي رح أستخدمها اللي هي البهارات السبعة، طيابتها خلص يعني المحاشي مش طيب إن يكون فيها بهارات كثير، يعني البهارات السبعة هي بتغنيك عن قصص كثيرة. رح أحط هون أكيد الفلفل الأسود، يعني إحنا بنحب إنه يكون مبين عنا الفلفل الأسود، ورح أحط هون الملح، ورح نحط هون ثوم. طبعاً الثوم بيرجع بس أنا اختياري، بس للمحاشي البندورة بحب أحط له سن واحد من الثوم. طبعاً هذا الثوم البلدي تحسه بسرعة بينزل معك. هلا هون رح أحط نعنع ناشف اختياري كمان، بس أنا بحب أحط، بس كمية شوفوا كثير بسيطة، يعني يدوب ملعقة صغيرة. وحتى نأخذ الحموضة الطيبة للحشوة استخدمت هون حبة من البندورة المبشورة. آخر إشي رح أحط هون الزيت النباتي، ملعقة كبيرة من معجون الطماطم، ما رح أكثر لأنه ما بدي أغير لون الحشوة. هلا هون إحنا طبعاً المي هاي اللي إحنا حطينا بعد ما ننقر الكوسة والباذنجان واليقطين، أنا هون حاط فيها ملح، وإذا حبيتوا تنكهوها ممكن تحطوا فيها رشة من النعنع، فبتاخذ الكوسة والباذنجان النكهة الطيبة. ليش إحنا بنحب النكه المي اللي بنغسل فيها الخضرة أو بننقع فيها الخضرة؟ لأنه عنا الكوسة هي حلوة، فلما نيجي نحط شوية الملح شوية النعنع بتحس إنها شربت هاي النكهات الطيبة. هلا هون بنحشيها طبعا لعند عقدة الإصبع، واحنا عم نحشي فيها ما بنشد الرز لتحت حتى تضلها مفلفلة عنا حبة الرز، يعني ما بنكبسها كثير في الرز. هلا طبعا انا هاي المي راح ارخيها حتى نكون جاهزين، وراح ارجع هون احط اجيب لكم هاي المي ستنا؟ يا ريت، اوكي عشان نكفي للطنجرتين. طيب. احط تقريبا كاستين، اوكي، وراح ازيد شوي من هون من معجون الطماطم نعزز النكهه. اتوقع هيك كفايه؟ تمام. يس. هلا هون شو راح نحط من المطيبات على الصلصه؟ طبعا انا راح احط الثوم. الثوم في العاده في البيت على وقتكم بحب احطه في المرحله الاخيره لاني بحب نكهه الثوم انها تكون مبينه بالصلصه. طبعا هاي التفصيله بترجع لكم، وإذا ما حبيتوا تحطوا الثوم كمان برجع لكم، بصراحة مع المحاشي كثير طيب الثوم. أكيد هون رح أستخدم توابل مرق الدجاج حتى نعزز النكهة، ورح نحتاج كمان هون الملح بالإضافة للفلفل الأسود. بس خلصي وضع هذا، احكي لي عشان في شغلة. أوكي تمام. ورح أحط طبعا ما رح أحط أي شيء بهارات، رح أحط هون ملعقة كبيرة سمنة، وراح احط كمان زيت الزيتون. طيب. ممكن تكتفوا يا بزيت الزيتون او السمنه، بس الاثنين يعني صراحه طعمهم هون طيب. طلع لنا حزب ثالث. شو حزب ثالث؟ في ناس بيقشروه. ايوه في ناس ما بيقشروه. ايوه في ناس ما بيطبخوا. لا في ناس بيقشروه حزوز حقهم لانه الطيابه بالصلصه. والله يا ام اللي تلوش الحكي، يعني طريقتك واكلاتك طيبه يعني. يلا يسعدك يا ربي. هلا راح احكي شغله مهمه. طبعا انا الكميه هون اكيد هي كميه صغيره على هو الكميات اللي احنا بنشتغلها، تمام. بس احنا شو بنعمل في العاده لما احنا بنعمل الطنجره الكبيره وإشي، بنجيب صحن وبنغطيها عشان ايش؟ لان هي الخضره هي طلعت شوي لفوق معي، فلما نيجي نحط الصحن على طول بنزل طيب. معنا لتحت وكلياتهم بيستوى. يلا حطيهن. خلينا نبلش بمقادير المهلبيه ونبلش بالمهلبيه. طبعا رح احكي بالنسبه للصينيه، الصينيه بغلفها بورق الزبده، بعدينك بغلفها في القصدير، بدخلها فرن حامي على درجه حراره 200 الرف الوسط، بتاخذ منكم من ساعه لربع لساعه. انا صراحه تركت الصينيه هاي الموجوده عندي ساعه كامله على نار هاديه استوت واخذت راحتها.